السلام عليكم. عرفت ولاية خنشلة في الساعة الأخيرة حادثة أقل ما يقال عنها أنها صادمة ومؤلمة جدا بعد وفاة فتاة عشرينية كانت تحضر لحفل زفافها بعد أيام قليلة، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وكتبت عشرات الصفحات النشطة على الفيسبوك مؤخرا على وفاة فتاة عشرينية. كان من المقرر أن تزف عروسا لزوجها بعد أيام قليلة، وكانت قد أتمت كل التجهيزات وتنتظر ليلة العمر والتي تحلم بها كل فتاة، ولكن قدر الله وما شاء فعل وزفت إلى قبرها قبل ذلك. وقال ذات الصفحات أن زوجها دخل في حالة صدمة بعد أن تلقى هذا الخبر المؤلم والغير متوقع تماما. إنا لله وإنا إليه راجعون.